حياكم الله مشاهدينا الكرام ومتابعينا في حلقة جديدة من برنامجكم مسارات ثقافية، ومسارنا الثقافي لهذا اليوم مميز بتميز ضيفنا وضيفكم في هذا اللقاء الكاتب الأستاذ فيصل العنزي. حياك الله أستاذ فيصل، نرحب فيك في برنامج مسارات ثقافية. الله يحييك ويبقيك وشكرا على اللقاء، وأنا سعيد جدا بالمشاركة معكم. وإحنا أسعد ونشكرك على قبولك هذه الدعوة أستاذ فيصل. بنروح معك إن شاء الله في هذا التقرير ونبتدي إن شاء الله في أسئلتنا ومحاورنا. متابعينا لا تبعدون، نتابع معكم هذا التقرير. ضيفنا اليوم في برنامج مسارات ثقافية الكاتب الدكتور فيصل العنزي، والذي تميز بكتابة الروايات والقصص القصيرة والشعر الفصحى. صدر له العديد من الكتب الأدبية والروائية والقصصية والشعرية. تابعونا في برنامج مسارات ثقافية مع ضيفنا الكاتب الدكتور فيصل العنزي لنكتشف ما هي مساراته الثقافية والأدبية. عودة لكم مجددا مشاهدينا الكرام ومتابعينا، ونرحب مرة أخرى بضيفنا وضيفكم الكاتب الأستاذ فيصل العنزي. أستاذ فيصل، يمكن نتكلم شوي قبل لا نتكلم في موضوع الكتابة والمؤلفات، ودنا نتكلم عن اليوم أهمية القراءة باعتقادك اليوم كمجتمع كويتي، ومن خلال يمكن ملاحظتك إلى أي مدى هل لازلنا تحت مقولة مجتمع لا يقرأ، أم عندك رأي غير ذلك؟ بالعكس، المجتمع يقرأ بنهم كذلك. وأنا لاحظت في قراءة في اتجاه للكتب بشكل قوي جدا، ولكن نوعية الكتب، أنا عندي ملاحظة عن نوعية الكتب في الآونة الأخيرة ظهر يعني بعض كتب التنمية البشرية التي ليس لها قاعدة رئيسية. يعني أنا ما ودي إني أخصص الأمر هذا، ما ودي إني أذكر بعض الكتب التي ليس لها أصول، أو بعض الكتاب قدموا أفكارهم الخاصة كمعالجين نفسيين أو كمصلح اجتماعي أو مصلح تربوي ليس على أساس علمي. أنا والله أقول خاف والله في القراء، يعني بعض الكتاب يطلق على نفسه دكتور نفسي مثلا وهو لا يحصل على يعني تخصص علم النفس، وهناك مثلا مصلح اجتماعي أو تربوي ولا هو قد تكون شاته حتى لم يحصل على الثانوية العامة مثلاً، وقدم كتاب يحمل من خلالها أفكار يوجهها إلى الشباب دون أساس علمي. طيب، النوعية من الكتب أو النوعية من الكتاب أتمنى أن يقدموا شيء يعني يخدم لا تقدم تجربتك الخاصة وتنصح في أو تعالج فيها. ممكن تقدم تجربتك الخاصة كرأي مثلاً، كرأي أنا كمتلقي أنا أقبل في رأي هذا أو لا أقبل في رأي هذا، ولكن لا تكون مصلح اجتماعي ومصلح نفسي ومعالج نفسي من خلال بعض المؤلفات التي توجه للشباب دون أساس علمي، كأنك تبيع مياه في علب أو هواء في علبة مثلا أو كان في علبة دون أساس علمي. فالنوعية من الكتب هذا أتمنى الحذر منها، وأتمنى الاتجاه إلى الكتب المختصة عند ناس مختصين في الكتابة. جميل. يعني أنت ما ترى أن إحنا نقرأ ولا ما نقرأ، بالعكس ترى بأن المجتمع يقرأ أكثر. نعم. لكن نوعية الكتب هي اللي عندك مشكلة فيها. نعم، أنا أتمنى حرص من أراد القراءة على الكتب المهمة وإلى معرفة دور النشر والبحث عن الكاتب نفسه، وخصوصا فيما يتعلق في القضايا الإصلاحية يعني والقضايا العلاجية، سواء العلاج النفسي أو العلاج التربوي أو العلاج الاجتماعي. وهناك من يطلق على نفس المصلح الأسري مثلا أو المصلح الأسرية، ما هي العلم الذي ارتكزت عليه أنت أيها المرأة أو الرجل في هذا النوع من الإصلاح؟ يعني خاف والله بالمتلقي. أتمنى أن يكون العلم على أساس علمي. أما بخصوص الروايات الكتب والقصائد الشعرية مجرد آراء، يعني ممكن نقبل الرأي هذا، رأي الكاتب أو الروائي مثلا أو القاص مثلا أو الصحفي المعين مثلا، الرأي الذي يقدمه أو الفكرة التي تقدمها. نعم. وأنا كذلك بعض الكتاب يعني حسب شيء موضوع أفكار، ونحن لا نحجب أفكار على أحد،
أن تكون تمثل هويتنا وجداننا الكويتي وديننا الإسلامي وقيمنا اللي تربينا عليها، تكون على أساس أصيل، أساس ثبت الهوية العربية والكويتية، خلينا نقول على خصوص يعني. نعم. ولا يتأثرون في الغرب بأفكارهم، وأنت كان هناك التجديد حلو، تجديد شيء جميل رائع، بس مع المحافظة على الموروث والعادات والتقاليد. جميل. يمكن اليوم تدري الواحد أستاذ فيصل لما يروح المكتبة يحتار شنو يأخذ، فشلون اليوم أنا أختار الكتاب اللي يناسبني، اللي خلينا نقول حتى يعني على مستوى أفراد الأسرة كلهم، اللي يناسب بنتي، اللي يناسب ولدي، اللي يناسب الزوجة، اللي يناسب الزوج، يعني مع اختلاف خلينا نقول النضج الفكري عند الكل. الآن الناس موجودة المكتب في النت، يعني في التليفون، في الموبايل، يستطيع ينزل كتاب معين أو يعني أو في التابلت مثلاً. ولا بخصوص أنا من مؤيدي أدب الطفل، يعني يعني بالنسبة للأطفال هناك كتاب يعني خافون الله قدموا كتب جميلة تهتم في أدب الطفل. أتمنى أن الطفل يعني يحترم عقله ويحترم سنه، وتقدم كتب على حسب مستوى عمره. يعني في أناس مختصين في هذا المجال قدموا بعض الكتب التربوية الإصلاحية التي يعني تخدم الطفل وتعلم الطفل وتمنهج الطفل حسب العادات والتقاليد الإسلامية. نعم. اللي نهتم فيها احنا. جميل. وباقي الأعمار شلون اختار كتاب اليوم عشان اقراه؟ والله ما في بالنسبة لي، انا اشوف ان تقرا كتاب من المقدمة او اول 10 صفحات مثلا، تستطيع ان تعرف توجه الكاتب وانتماءه مثلا. اذا كان الكاتب مخالف عن القيم الإنسانية أتمنى رمي الكتاب دون التعمق فيه، يعني أو دون الشغف في معرفة ما بعد ذلك. يبين هالشيء من أول 10 صفحات حتى يعني حق الشخص اللي هو ما هو متخصص. يعني اليوم أنا شخص ماني متخصص في الكتابة، لكن أو يعني مو مختص إنه بالكتابة أكثر، فشلون أعرفه من أول 10 صفحات؟ يعني أنا أقول لك، أول شيء تعرف دار النشر التي طبع الكتاب، ثاني شيء تبحث عن الكاتب زين، شخصيته، أفكاره، مقدمة الكاتب. يجب أن تقرأ المقدمة، ترى الكاتب عندما يضع المقدمة يضع جل أفكاره فيها. يعني مو مطلوب منك تقرأ كل الكتاب، أقرأ بداية الكتاب وتعرف توجه الكاتب. ما منع عن قراءة كتاب معين مثلا، ولا أقول لا أقرأ الفلان ولا تقرأ الفلان، أقرأ ما شئت من الكتب، بس يكون لديك رقيب ذاتي داخلي تجاه هذا الكاتب، تعرف أفكاره وانتماءه. إن أردت أن تستمر في الكتابة أو في القراءة استمر، وجدت أن الكاتب هذا يخالف القيم والعادات والتقاليد، لا ارمي الكتاب دون التفكير فيه بعد. جميل. يعني أنا أرى فيك يعني أستاذ فيصل نوعا ما محافظ على نوعية الكتاب، ترى بأن الكتاب اللي مثلا ما توافق يعني خلينا نقول عادات والتقاليد مع هذا الكاتب فما تقرأ نهائيا. مو ما أقرأ نهائيا، على حسب الموضوع. يعني هناك بعض الكتب فيها يعني اسمح لي اسفاف في الطرح، مو مجبور اني انا اقراها، بالعكس انا مع التجديد ومع مع الحداثه، انا من انصار الحداثه. نعم. من انصار التجديد، ولكن وفقا لعاداتنا وتقاليدنا. حتى لو كاتب قدم فكره حديثه اختلف معها ممكن نقراها. نعم. بس ما يكون فيها اسفاف، ما يكون فيها اسفاف في الطرح، او ما يكون فيها اتجاه متطرف مثلا. مو مجبور اني انا اقرا الكاتب متطرف أو كاتب مثلاً حشاكم وغير أخلاقي مثلاً، لا، عندي ثوابت أن أحترمها. جميل. مستمري معك أستاذ فيصل في هذا اللقاء، لكن بعد هذا الفاصل متابعينا لا تبعدون. عودة لكم مجددا مشاهدينا الكرام ومتابعينا، ولازلنا معاكم في هذا اللقاء بصحبة الكاتب الأستاذ فيصل العنزي. أستاذ فيصل، ودنا نتكلم عن اليوم أهمية المكتبة المنزلية، وأنا أدري أن عندك وجهة نظر خاصة في هذا الجانب. بالعكس، أنا من مؤيدين المكتبة المنزلية، يجب أن يكون في كل بيت مكتبة، وهي دعوة لأهل الكويت. يعني كل بيت يجب أن تكون مكتبة تحت إشراف الأم أو الأب، يعني يجب أن يكون عليها مشرف، أن تختار كتب، وأن يكون هناك برنامج قراءة في البيت. يعني نعم. كل أب يعني
أنا عن نفسي يعني سوي برنامج في قراءة في البيت، يعني هناك من هو مع أو هناك من هو ضد الفكرة هذه، بس أنا من مؤيدين الكتب والمكتب في المنزل يعني. جميل، وشلون لقيت صدى هذه الفكرة أنك اليوم توجد مكتبة منزلية لكل الأعمار طبعا؟ نعم والله وجدت فيها حب القراءة وتبادل المعرفة بالأسرة نفسها، تجد هناك تبادل آراء، تبادل ثقافي، نوع من التسلية بالأسرة على أساس ثقافي، يعني فيها متعة، فيها معرفة، فيها اهتمام، حتى الطالب لا يكون جل اهتمام فقط يقرأ في أثناء الدراسة، يكون القراءة أو الكتاب ليس فقط في الدراسة، حتى خارج أوقات الدراسة، يعني في الأوقات الصيفية يقرأ، في المساء يقرأ مثلا، لا يكون الكتاب فقط كتاب المدرسة الذي يقرأه، أن يقرأ في كل وقت وفي كل زمن ومكان. جميل، شنو حدود الكتب اللي تكون موجودة داخل يعني المكتبة المنزلية؟ اليوم كأنا كولي أمر ودي أوفر هذه المكتبة لأبنائي، شنو الإطار اللي أقدر أتحكم فيه من خلاله؟ والله أنا ما هي وصايا، إنما نصائح، يعني بالنسبة للأطفال كتب الطفل، يعني يجب أن تكون هناك كتب طفل، وهذه الكتب موجودة في العديد من المكتبات في الكويت. وبالنسبة للشباب طبعا الكتب الدينية، الكتب المختصة في التراث الكويتي مثلا اللي تحمل هوية كويتية، كتب التراث، الكتب البحث العلمي مثلا، أنا يعني عندي في البيت مثلا عندي قواميس اللغة مثلا، كتب التفاسير مثلا، أصول الدين مثلا، الكتب الأساسية في علم الأصول. وتعتقد أن هذه تناسب كل الأعمار اللي موجودين في البيت؟ لا، بالنسبة للأطفال تناسبهم كتب الطفل. نعم. بالنسبة للكتب الأصول قد يكون مرجع علمي للطالب إن أراد يقدم عنده بحث علمي في أثناء الدراسة مثلاً. نعم. في الثانوي العام مثلاً. أن يكون هناك مرجع علمي موجود في منزله إن أراد البحث العلمي حول اللغة، حول الدين، حول أي مصدر من مصادر المعرفة، أن تكون له يعني مجموعته الخاصة. جميل. يمكن في بعض من المتابعين يتوارد إلى ذهنه سؤال، مثلا اليوم أنا وفرت في المكتبة في المنزل، وفرت الكتب، وفرت الجو المناسب، لكن شلون أخلي عيالي يقرأ؟ دائما ما تسمع هذا السؤال، شلون أخلي عيالي؟ أنا عن نفسي أنا أحب أقرأ، فوجدت نفسي العيال يقلدون الأبو يعني. فمتى ما فتح كتاب أجد أن عيالي يعني كل واحد أخذ كتاب وفتح كتاب ويقرأ. طيب ما أقول كلهم، البعض منهم يعني. فالموضوع بالتطبع، الولد يعني مثل إذا شاهد أبوه مثلا يدخن سيجارة مثلا ممكن يقلد الفكرة هذه، وإذا شاف أبوه مثلا فاتح كتاب يقلد الفكرة هذه، فالموضوع بالتقليد والتطبع. طيب واللي أكبر شوي المراهقي شلون أقنعه في الكتاب في موضوع القراءة؟ والله ما بالضبط ما عندي معلومة كافية لهذا الأمر، ولكن دعهم كما يشاءون، مثلا إن أرادوا أن يقرأوا يقرأوا، الموضوع ليس بالإكراه يعني قراءة، إن أراد الشاب أن يقرأ فليقرأ، وإن لم يشأ في القراءة ف يعني ما رد للقراءة، يعني يجب أن يكون مقتنع بالفكرة هذه. جميل، مقولة كل كاتب جيد هو بالأساس قارئ جيد، رأيك فيها؟ بالعكس، هذه المقولة أنا من مؤيدينها، من المهتمين فيها. نعم، القارئ الجيد يقدم كاتب جيد. وباعتقادك اليوم يعني إذا قرأنا كتاب معين هل نستطيع نعلم بأن هذا الكاتب هو قارئ جيد أم لا؟ بلا شك، إذا تقرأ لبعض الكتاب تجد أن الكاتب لا يحمل الثقافة العالية للكتابة. متى ما وجدت الكاتب يحمل الثقافة ويحمل الرسالة ويحمل الرأي المميز، خلنا نقول، أو الرأي الإصلاحي أو الذي يدعو الإصلاح، تجد أن الكاتب هذا قارئ جيد. وكذلك حتى تستطيع أن تعرف ماذا قرأ من كتب من خلال كتاباته. جميل. طيب بدنا نتعرف على بعض من الدورات وورش العمل اللي حضرتها أستاذ فيصل، واللي ساهمت في تعزيز موضوع الكتابة عندي. طبعا أنا دورات البابطين كلها تقريبا، كانت دورات البابطين مؤسسة سعود عبد العزيز البابطين للشعر والنحو وتذوق البلاغة.
نعم. تقريبا كلها دخلتها، كل دورة دخلتها مرتين أو ثلاث مرات يعني بلا مبالغة يعني. ما شاء الله. إلى جانب دورات دار القرآن، إلى جانب دورات رابط الأدباء الكويتيين، تقريبا أنا ما في دورة في الرابط إلا ودخلت يعني على مستوى الرواية والقصة والمسرح والشعر والنحو والعديد من الدورات. نعم. فكنت منها كحصيلة علمية ومنها كمتعة يعني على مدى السنوات الطويلة، وما زلت أحضر الدورات يعني. جميل. إيش كثر مهمة هذه الدورات اليوم للكاتب؟ شوف، في البداية تعليم أصول الكتابة، تعليم أصول الكتابة، ومع التقدم في العمر تبحث عن أساليب جديدة للكتابة. نعم. أو للتميز ما بين أسلوب كتاب معين وأسلوب كتاب آخر، حتى تصل إلى مرحلة الاحترافية في الكتابة، أن تعرف أنواع الكتابة من خلال الرواية أو القصة يعني. فكل ما دخل الكاتب دورات أكثر، دورات تدريبية على مستوى الرواية أو القصة يعني، يجد نفسه تعلم شيء جديد أكثر يعني. نعم. فأنا أنصح بها. تعتقد اليوم أن الدورات عندنا كافية في هذا الجانب، تغطي جانب أن الواحد لما ينوي أنه يكتب كتابة كافية تأخذ إيده من ألف إلى الياء في هذا الجانب؟ لا، بالأول أو نقطة مهمة دائما أرددها، أن يكون موهوب ويكون شغوف في هذا الأمر، لديه شغف، متى ما وجد الشغف سوف يكتب. والدورات بالطبع أكيد ما راح تغطي المساحة الكافية للكتابة أو مفاهيم الكتابة، لو أردت أن تفصلها بتفاصيل التفاصيل لا تستطيع أن تكفيها لا دورة ولا دورتين ولا ثلاث. ولكن بالنهاية يعطونك الطريق، الدورات في بداياتك يعطونك الطريق أو المسلك الذي تنهى من خلاله المعلومات. نعم. وأنت تنطلق، يجب أن تكون شغوف في هذا الأمر. جميل. يعني تعتقد أن تحطك على بداية الطريق، لكن الشغف هو اللي يحركك. الشغف هو الذي يحركك اتجاه الصحيح للكتابة. جميل. وإذا نتكلم عن أول إصداراتك اللي هو توقع رمال متبللة. لا، أنا بداياتي كانت أصدر ديوان شعر شعبي في بداياتي. نعم. ومن ثم مجموعة قصصية بعنوان ظل المرآة، ومن ثم ديوان شعر فصيح بعنوان بكاء الماء، ومن ثم حكاية سلمة، ومن ثم رمال مبتلة الرواية. وآخر إصداراتي إعداد وتأليفي الهايك والتانك في الأدب العربي. أخذنا في هذه الرحلة في كل إصدار، وكلمنا عن هذا الإصدار. طبعاً رمال مبتلة هي الطين والماء. الطين عندما تضع عليه الماء يتبلل وتشكله كما تشاء. ففكرة الرواية كما تشاء. يعني دائما بعض الإخوان يضعون اللوم على المجتمع مثلاً. نعم. والله المجتمع ظالمني مثلاً، ولا مثلاً أنا البيئة ظلمتني مثلاً. أقول لا، موضوع الرواية أو الفكرة الرئيسية للرواية أن يستطيع الإنسان أن يصلح ما يشاء دون أن يضع اللوم على المجتمع ولا على مثلاً حالة أسرية معينة أو شيء معين. لا، الإنسان يستطيع أن يكون ما يريد. نعم. هذه فكرة الرواية. طبعاً فيها أحداث وفيها بطل وفيها صراعات في الحياة، وإلى جانب آخر كذلك موضوع الطبقية بالمجتمع. ممكن الطبقية هذه طرحها كثير من الكتاب من قبلي، ولكن الإنسان يريد أن يصلح ما يشاء هو يستطيع أن يقدم ذلك بنفسه يعني بقدرته. نعم. جميل. مستمرين في هذا الحديث حول إصداراتك، لكن بعد هذا الفاصل. أستاذ فيصل، متابعينا لا تبعدوا. عودة لكم مجددا مشاهدينا الكرام ومتابعينا، ولازلنا معكم في هذا المسار الثقافي المميز برفقة الكاتب الأستاذ فيصل العنزي. أستاذ فيصل، نرجع مرة أخرى إلى الإصدارات ونتكلم عن كل إصدار. طبعا ذكر إصدار فلك الأشعار، عسى الله يرحم الدكتور صالح العجيري، أنا عضو في النادي العلمي إدارة علم الفلك. نعم. ولي بالميثولوجيا حسابات الفلكية. قدمت قصائد حسبت فيها أو من خلالها منازل القمر والاتجاهات النجوم والمواقيت، وراجعها الدكتور صالح العجيري عسى الله يرحمه ويسكن الجنة. فنصحني الدكتور صالح قال فيصل ليش ما تحطها بكتاب، يعني كلام هذا مجرد أوراق كانت. وكنت وقتها صغير يعني ما كنت بحط ببالي الدكتور صالح العجيري عسى الله يرحمه، وفعلا جمعتها بكتاب مجموعة حسابات فلكية إلى جانب قصائد رومانسية وقصائد مدح وقصائد وجدانيات. نعم. فهذه بدايات أول إصدار لي اسمه فلك الأشعار.
حتى من اسمه مبين يعني ما شاء الله. اي طب احترت موضوع الاسم حيرني جدا يعني، ف احترت بصعوبه يعني. الكتاب الثاني ظل المرآة مجموعه قصصيه، كذلك يعني الله يرحمه سليمان الحزامي كان رئيس تحرير مجله البيان، كنت انا انشر في مجله البيان من فتره لفتره، طبعا البيان الصادر عن رابط الباكوتين، فكنت اصدر قصه قصيره او انشر قصه قصيره في مجله البيان، فسليمان الحزامي كذلك نصحني قال لي فيصل ليش ما تصدر كتاب او جمع القصص هذه حطها بكتاب للقراء يعني. وبعدين مكالمه شعر فصيح، اني مهتم بالشعر، فقلت له بنعطي الشعر حقه في، وهذا يعني الامور اللي محتار فيها متى انشر يعني. نشرت مكالمه، وانا لي اهتمامات لو تلاحظ اكثر كتب مثل مكالمه رمال المبتلى مثلا، احب استخدم عناصر الطبيعه في المحتوى الكتابة يعني. نعم. ومن ثم قدمت حكايه سلمى، حكايه سلمى مجموعه قصصيه فيها العديد من القصص، بس ممكن حكاية سلمى اللي أخذت أكثر صدى وأكثر اهتمام من القراء والنقاد يعني. نعم. الحكاية سلمى هي الصراع ما بين القوة الناعمة والشر، يعني دائما نقول هناك قوة ناعمة، أنا جاءت القوة الناعمة هي التي انتصرت في النهاية على الشر، فصراع ما بين الخير والشر، الخير استخدم القوة الناعمة في النصرة على الشر. فهذه ممكن صار فيها حديث شوي عند النقاد والقراء يعني، واخذت اهتمام من العديد من وكذلك سوى فيها دراسات ادبيه، اتذكر الدكتوره شاديه برقوش دكتوره جزائريه سوت فيها دراسه وشاركت فيها في مهرجان مهرجان دراسات اول السيميائية في الأدب العربي، السيميائية، وأخذوا مجموع حكاية سلمى كنموذج يعني. نعم. وسوت فيها الدكتورة أمل بورشك دراسة أدبية حكاية سلمى، والحمد لله يعني حالت إعجاب الكثير. رمال مبتلة أول رواية لي، وكذلك أنا خلقت شخصية من أخذت فترة أفكر تفكير كبير، يجب أن أخلق شخصية تكون مميزة، تكون علامة فارقة، فيها يعني العديد من الصفات أو العديد من الشخصيات، تكون شخصية فيها عدة شخصيات مثلاً. نعم. وتعيش في عدة أزمنة وعدة أمكنة، مثلاً عاشت في البادية وعاشت في الحاضرة وركبت البحر وركبت الإبل، فخلقت شخصية اسمها خليفة كان بطل القصة أو بطل الرواية، والحمد لله وفقت فيها. وبالنهاية أنا طبعاً أسست نادي الهايكو وقدمت العديد من قصائد الهايكو في الطريقة اليابانية للكتابة الشعر الياباني، وجمعت بعض القصائد العربية للهايكو والقصائد اليابانية إلى جانب نصوص هايكو من تأليفي أنا حطيتها في كتاب اللي هي طيور الشرق، أنها جاءت من الشرق الهايكو والتاك الطيور جاءوا من الشرق واستقروا في الكويت. هذه فكرة طيور الشرق. شنو المقصود في هذا الكتاب يعني؟ هي القصائد اليابانية يعني؟ طيور الشرق؟ بعض القصائد المترجمة لشعراء يابانيين ونصوص لشعراء عرب في الهايكو العربي إلى جانب نصوص، إلى جانب في المقدمة ذكرت كيفية كتابة الهايكو وطريقة كتابة الهايكو الياباني. هي نوع من أنواع القصائد؟ نوع من، هناك المشكلة التي ظهرت الآن في الأوساط العربية على مسمى قصيدة، يعني يقول هناك من يقول لا تسمى قصيدة هايكو، تسمى نص هايكو مثلا، هناك من قال لا هي قصيدة، فالاختلاف على الاسم. هم قبلوا في الهايكو شعراء الفصحى وبعض المثقفين، ولكن اختلاف على موضوع مسمى قصيدة، هل هي قصيدة أم نص، هل هي نثر أم خاطرة مثلا، بس الهايكو موجود يعني. جميل. يعني ما شاء الله هذه الإصدارات إيش كثر خذت منك تقريبا وقت هذه يعني المجموعة هذه الكبيرة؟ طبعا رمال مبتلى تقريبا 4 سنوات أنا أكتب فيها، تقريبا 4 سنوات أخذتني كتابة. حكاية سلمى طبعا هي فيها 11 قصة تقريبا من عشرات القصص التي سبعتها، يعني تقريبا أخذتني 10 سنوات في الكتابة على مراحل طويلة يعني. طيور الشرق تقريبا 5 سنوات أخذ مني.
وأنا عندما أقول خمس سنوات ليست خمس سنوات يعني بجدية تامة أو في اهتمام شديد، إنما على توالي، على مراحل. يعني متى ما جاءت فرصة الكتاب أكتب وأركن في الأرشيف، يعني كلها تقريبا حصلت 20 سنة بالكتابة ما شاء الله. تقريبا يعني مشوار طويل تبارك الرحمن في هذا الجانب. في إصدار قادم يعني راح تقريبا عندي 12 إصدار قادم إن شاء الله. ما شاء الله 12 إصدار، ولس أنطر الفترة المناسبة للإصدار، متى أصدر من أبدأ. جاهزين كلهم يعني قيد النشر ولا جاهزين قيد التحقيق إلى الآن إن شاء الله والاختيار. جميل. وراح ينشرونهم بالتتابع أم أن ممكن يصدر أكثر من إصدار بنفس الوقت؟ لا، أنا ضد فكرة أكثر إصدار بنفس الوقت. ممكن يصدر إصدار وأشوف ردة الفعل من خلال إصدار، حتى أعطي الإصدار الثاني اهتمامه. في يعني بالنسبة للكتاب مهم بالنسبة لي، مو بس أنا أصدر كتاب خلاص، لا، أكتب كتاب وأصدر كتاب وأتابع الكتاب وأقدم فيه ندوات، أعرض فكرة حلقات نقاشية، وحاول أطرح للنقد. يعني أنا بعض الكتب حتى بعض النقاد والصحفيين يعني يقولون تأخذ الكتاب، خذ راحتكم، قول ما تشاؤون عن الكتاب، بس يجب أن أعطيه حق أنا ككاتب، وحتى أناقش فيه الكتاب يعني الآخرين أو النقاد. نعم. يعني لابد أخذ رأي ورأي الآخر. جميل. حصل في أحد منهم حصل على جائزة معينة؟ لا والله للأسف ما. حتى الآن. مشاركات خارجية؟ أنا الجائزة حصلت على جائزة الشيخ محمد براشد المكتوم يعني عن طريق مجلة المختلف، ممكن 2005 أو 2004 كان حطوا إعلان المختلف بالتعاون مع مجلة الجواهر الإماراتية. نعم. وفق الله سبحانه وتعالى بحصول على جائزة محمد براشد المكتوم، مكافأة مادية كبيرة، أنا أوجه لها تحية. هذه الجائزة التي حصلت عليها. وبالنسبة للمشاركات، أنا شاركت في أمسيات عديدة داخل وخارج الكويت يعني. جميل. الخطة المستقبلية عند فيصل شنو؟ الخطة المستقبلية إن شاء الله بإذن الله يعني ما وضعت للآن خطة مستقبلية معينة، بس بالنسبة لي ما في أمامي إلا مؤلفاتي، أحاول أن أقدم مؤلفات جميلة تليق بالقارئ أو يهتم فيها القارئ إن شاء الله، مع المحافظة على الهوية والوجدان. وأنا عندي يعني مسألة دائما نختلف مع أخوان الكتاب وزملائي، طبعا مسيرهم تحية، أو الشكل والوجدانية أو الشكل والشكلانية في الكتابة. هناك من قدم قصيدة بشكل جديد، نص نثري مثلا ولا قصيدة شعر حر مثلا. وأنا لا ماني واجز على الهايكو يعني، حصلت ما أقول انتقادات، إنما نقاشات كثيرة مع عدة كتاب، مع العلم أني أنا من أكثر الناس أحافظ على الهوية والوجدان والأصالة بالكتابة، ومع الحداثة والتجديد. والتجديد لو قلنا حداثة، قضية الحداثة هذه ظهرت، أو الاختلاف في مفهوم الحداثة في نهاية الدولة العباسية إلى يومنا هذا، هناك اختلاف حول قضية الحداثة والغموض أيام عبد القاهر الجرجاني وابن سنان الخفاج في عصر في نهاية الدولة العباسية. كان في هناك صراع حول مفهوم الحداثة والغموض إلى يومنا هذا يعني. لو قلت لك أصالة، نرجع إلى أيام ابن سنان الخفاج وعبد القاهر الجرجاني، ومن قبلنا يا مشعل الجاهلي. أنا مع المحافظة على الهوية العربية والهوية اللي تمثلنا احنا ككويتيين وعاداتنا وتقاليدنا. إذا قدمت قصيدة هايكو بشكل جديد، اختلفت بالشكل والبناء، لكم حق تأخذون مني موقف إذا أنا خرجت عن المألوف في المحتوى. إذا قدمت محتوى لا يليق فيني أنا كرجل كويتي مسلم مثلا، لكم حق تأخذون مني موقف مثلا. وطالما أنا قدمت العديد من القصائد والقصص والروايات التي تحمل الشكل القديم الأصيل الذي توارثناه من السلف، زين، بما معنى ما لكم حق تعيبون على ما أكتب في الشكل الجديد، أو تختلفون معي على الأمر. والكثير من أيام أدونيس وأيام محمد الماغوط وأيام بدر شاكر السياب ونازك الملائكة قدموا أشكال جديدة، إنما حافظ على الهوية العربية. عارف الفكرة هذا أستاذ علي؟ نعم. الهايكو يعني ممكن جديد ظهر، ما العلم حتى الرواية ليست عربية، القصة القصيرة ليست عربية. لو ننظر إلى الأصول مثلا، نعم. الهايكو ليس عربي، وهو موجود بالكويت دخل السبعينات
يعني انشروا عالم الفكر بالسبعينات دخل الكويت، بس ما وجد من يهتم في الهايكو. بالثلاثينات وبالعشرينات دخل الهايكو في الوطن العربي، بس ما وجد من يهتم في كتابة الهايكو. الحمد لله الهايكو موجود، أسست نادي الهايكو في رابطة الأدباء تحت مظلة رابطة الأدباء الكويتيين. الهايكو موجود في الوطن العربي في مصر وفي فلسطين وبلاد المغرب العربي، وله رواد وله مريديه، والحمد لله موجود الهايكو يعني. واحنا نتمنى لك التوفيق استاذ فيصل في هذه الرحله، وكل شيء جديد يعني لابد ان البعض يحاربه، او البعض خلينا نقول يعني يرفض اي فكره جديده او اي شيء من الحداثه نوعا ما. شكرا لك استاذ فيصل على ما اثرتنا في من خلال هذا المسار الثقافي، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا لكم، انا سعيد جدا بهذا المشاركه. ونحن كذلك شكرا لك مره اخرى. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم الى ختام هذا المسار الثقافي المميز. نترككم بحفظ الله ورعايته، في امان الله.